ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال دايما، وإن شاء الله جاي لكم النهاردة فيديو جديد من نوع شوية. والنهاردة إن شاء الله الفيديو هيكون عند الحمام، بس ما يخصش تربية الحمام خالص ولا يخص أي حاجة تخص تربية الحمام. اللهم صل على النبي. أنا هوريكم دلوقتي الحمام دوت، المفروض إن هو معاه تفقس بكرة. هوريكم دلوقتي اللهم صل على النبي الحمام ده انا كنت عامل فيه ايه، او كنت مستغله ازاي الفترة اللي فاتت، وكانت تجربة كده بس حبيت ان انا اجربها، والحمد لله نجحت عند الجوز ده والجوز التانيين اللي هما الجوز ده. انا طبعا هوريكم دلوقتي انا عملت لهم ايه وايه هي التجربة اللي انا عملتها لهم، والحمد لله الحمد لله الحمد لله التجربة نجحت. وهي اللهم صل على النبي والدلة اهوت، دي قشرة البيضة اهيت، وهنا برضو في قشرة تانية اهي. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت حطيت بيض بط قبل بيض فراخ قبل كده عند الحمام، والحمام طلعهولي لو تفتكروا في الفيديوهات القديمة ان انا كنت حاطط لهم بيض فراخ قبل كده. اما الفيديو ده بقى انا ما كنتش حاطط بيض فراخ خالص، انا كنت حاطط بيض بط. هتقولوا لي بيض بط؟ هقول لكم اه، انا حبيت ان انا اجرب لاني شفت اكتر من حد جربها وناجحه عنده، فحبيت ان انا اجربها عندي. طبعا انتوا عارفين ان انا عندي البط كله، في اللي بيبيض وفي اللي رائد وكده، فانا حبيت ان انا اجرب من جوز الجوز دول والجوز البيض التانيين، حبيت ان انا اجرب لهم. وهقول لكم انا عملت ايه بالتفصيل من اول ما بدات ان انا احط لهم البيض لحد لحظتنا دي. اعملوا لي بقى لايك على الفيديو واشتركوا عندي في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين عندي، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد من عندي. بس اهم حاجة تعملوا لي لايك على الفيديو عشان الفيديو ده يترفع ويوصل لاكبر عدد من الناس، واكبر عدد من الناس يستفاد. طيب اللهم صل على النبي، انا كنت مشيت مع الحمام ده ازاي ولا عملت له ايه بالظبط؟ طبعا يا جماعة كلنا عارفين ان الحمام مدة الرعد على البيض بتاعه بتكون 16 يوم، يعني لما بيكون تحت الحمام البيض اللي هو البيض الحمام نفسه بيفضل راقد عليه 16 يوم لحد الزغاليل ما تفتح. طبعا في بيض البط بالذات او بيض الفراخ هقول لكم انا كنت بعمل ايه، بس بيض الفراخ انا ما عملتش الخطوه دي، انا عملتها في بيض البط بس دوت علشان انا ما اخسرش البط اللي انا حضرته. طبعا انا ما حطيتش كميه بيض كبيره، انا كنت هحط عند الجوز دول بيضه وعند الجوز دول بيضه، وبقى اصلا كمان ما كانوش عند الجوز دول، انا كنت حاطط البيضه الاول تحت الجوز اللي هم دول والجوز اللي هم دول. تمام، وهقول لكم ايه اللي دار وايه اللي خلانا انقلهم تحت الجوز دولت وكده علشان انا ما اخسرش البيض، وعشان إيه اللي حابب ان هو يجرب نفس التجربه ديت يجربها من غير ما يخسر البيض ولا يخسر الحمام نفسه، ويقدر ان هو يستفاد منها. انا مشيت معاهم خطوه بخطوه وعملت شويه تغييرات كده لما كنت بعملها لهم، والحمد لله ربنا رضاني وربنا اكرمني والبيض طلع وكل حاجه وزي الفل، وهوريه لكم طبعا دلوقتي. انا اللهم صل على النبي كنت حاطط الاول البيضه عند الجوز دول لما كان عندهم الزغلول، لو تفتكروا الجوز دول اللي كان عندهم الزغلول هما والجوز دول. تمام، دولت الجوز دول اول ما باضهم هما والجوز التانيين دولت كنت انا حاطط لهم بيضه البطه، كنت حاطط لدول بيضه وكنت حاطط للتانيين بيضه. لما جيت فرست البيض لقيت البيض الحمد لله عرق معايا وجمع، جم عند ما الجوز دول فقسهم والجوز دولت فقسوا. تمام، يعني هي فضلت راقدة عليهم 16 يوم اللي هما دولت، فضلوا راقدين على البيضة أول ما حطيتها لهم اللهم صل على النبي 16 يوم لحد ما البيض بتاعهم هما فتح. فطبعا أول ما البيض بيفتح أنا ببتدي إن أنا أنقل بيض البط تاني. طب ليه؟ لأنهم خلاص ما عادوش هيرقدوا على البيض تاني مادام الزغاليل بتاعتهم فتحت. تمام، ودول كانوا كذلك برضو أول ما طلع الزغلول عندهم اللهم صل على النبي انا شلت البيضه ونقلتها. طبعا دولت كانوا لسه بيضين اول بيضه ودول كذلك. تمام، قمت رايح ناقل البيضه هنا وناقل بيضه هنا. تمام، يعني النهارده بالظبط بقى لهم 32 يوم. تمام، طبعا طلعت لقيت المفاجاه الجميله دي، لقيت دي خرجت وده هي خرجت، بس طبعا دي لسه خارجه دلوقتي لان انا اللي ساعدتها كمان على الخروج، لان طبعا احنا عارفين ان رقد الحمام بيختلف عن رقد البط والكلام ده كله. فاللهم صل على النبي ديت انا اللي ساعدتها في الفتح، لكن ديت لقيتها فاتحه لوحدها، ويعني هم نشفوها شويه. طبعا دولت زغاليلهم فتحت ودول زغاليلهم لسه هتفتح. تمام، تعالوا بقى كده اما اوريكم البطه اللي هنا الاول، وبعد كده هوريكم البطه الثانيه برضه. طبعا الحمام اهم حاجه احنا بنختار جوز نعرف ان هم حنينين. طبعا دي البطه اهي، بسم الله ما شاء الله، طبعا هي لسه عرقانه خالص، يعني لسه قدامها يجي لحد بالليل كده عم تبقى ايه تشبع. تمام،
هي زي الفل ما فيهاش اي حاجه. طبعا انا هسيبها تحتهم، هم طبعا عندهم الزغلولين جوه هم لو تاخدوا بالكم الزغلول بتاعتهم عندهم، فانا طبعا سايب لهم البيض البطه ديت. طبعا الجوز دول تهمت زي ما انا قلت لكم، انا طبعا دلوقتي انا عايز بس اشيل النتايه ده عشان النتايه دي غبيه شويه، عايز اشيلها وبعد كده ان انا اوريكم البطه اللي تحت منهم. طبعا يا جماعه الجوز دولت راقدين على بيضهم اصلا، يعني انا ما بخسرش حتى الحمام بيضه، انا بحط البيضة البط تحت منهم واول ما الزغاليل بتاعتهم هم تفتح بقوم رايح شايل البيضه ناقلها عند جوز تانيين، يعني هو ده اللي انا ماشي بيه عندي، بحيث ان انا يعني برضو ما اخسرش بيض الحمام وما اخسرش الزغاليل اللي هتطلع لي من ورا الحمام. تمام، بس اهم حاجه من ده كله ان احنا بنكون عارفين الجوز اللي احنا حاطين تحتهم ان الجوز يكون حنين، ما يكونش الجوز بيسيب البيض كتير، ما يكونش الجوز غبي. فاهم حاجه بس نكون عارفين ان احنا هنحط تحت جوز يكونوا حنينين على البيض بتاعهم. طيب البيض ده بتاع انهي بطه؟ ده بتاع البطه السوداء اللي هي راقده في الكرتونه، المفروض اصلا ميعاد الفأس بتاعها يوم 6 في الشهر ان شاء الله ان عشنا وكان لنا عمر. طبعا في البطه اللي هي اختها التانيه ميعاد فأسها المفروض بكره او بعده. تمام، فاللهم صل على النبي. انا بقى حبيت ان انا اوريكم بس المفاجاه دي، تعالوا بقى اما نشوف الاول البطه اللي تحتها دي، وهل هو اصلا البط بيطلع كامل ما فيهوش حاجه ولا بيطلع مضرور؟ يا سوادي زي ما انتم شايفين طبعا الحمامه دي اغبى حمامه ممكن اي حد يربيها، اذا كانت هي ولا ابنها اللي تحت ده، الاثنين اغبى من بعض. طب هحط النتايه دي فين دلوقتي؟ بصوا يا جماعه انا امري لله، انا هجيب البطايه وهي في ايدي. بس طبعا ادي البطايه اهي، طبعا التراب ده يا جماعه لان اصلا الطاجن بتاع الحمام انا بحط لهم فيه تراب في الصيف علشان ما يحصلش حاجه للزغاليل اللي بتطلع تحت منهم. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله بط خليط مسكوفي زي الفل اهو، ما فيهوش اي حاجه. البطه ديت هسيبها طبعا تحت منهم علشان تشبع عرق. تمام، وطبعا البطتين دول انا هشيلهم بالليل من تحت منهم. يا لهوي يابا، فانا هشيلهم بالليل من تحت منهم زي ما انا قلت لكم. طبعا النتايه دي غبيه جدا جدا فوق ما تتخيلوا، اغبى من البط اللي عندي نفسه والله. فطبعا يا جماعه هي التجربه حلوه تمام، وانا بستفاد منها، وطلعت مطلع عندي قبل كده كتاكيت فراخ، وادي الوقت انا جربت البط، بس البط بيختلف عن الفراخ، يعني الحمام ممكن يطول على بيض الفراخ شويه لان الفراخ اخرها 20 21 يوم، اما البط بيقعد ليه 30 31 32 33 في الحر، ف بتختلف طبعا. فالحمام عمره ما هيرقد على بيض المده دي كلها الا اذا كان حمام حضان، حضان بمعنى ان هو قطع بيض اصلا ما بيبيضش، فبيرقد على اي بيض يتحط له. لكن دول بالفعل عندي وبيبيضهم، فانا اول ما بيضهم انا حطيت لي الجوز دولت البيضه، يعني اول ما بيضهم الجوز دولت انا حطيت لهم بيضه، الجوز دول اللي كان عندهم الزغلول لو تفتكروه. تمام، حطيت لهم بيضه او لحد لما اللهم صل على النبي الزغاليل عندهم بتفتح، وبعد كده قمت رايح اول ما الزغاليل فتحت عند دول قمت رايح مطلع البيضه للجوز دول. تمام، وكذلك الجوز دولت اول ما الزغاليل بتاعتهم فتحت قمت رايح مطلع البيضه بتاعتهم للجوز دول. تمام، فاهم حاجه بس ان احنا مادام الحمام شغال عندنا وزي الفل ما نخسرش برده بيض الحمام. يعني انا حبيت ان انا اوريكم انا عملت ايه بالظبط، يعني اللهم صل على النبي انا حطيتهم هنا كانوا عند جوز، ولما بيضهم فتح حطيتهم عند جوز تاني. بس اهم حاجه طبعا طبعا عندي اكتر من جوز رائد زي دول وزي دول، بس طبعا انا بختار الحمام اللي هو الحنين جدا على سواء على البيض بتاعه او على الزغاليل بتاعته، فانا بحب ان انا اختار الجوز اللي يبقوا حنينين جدا على بيضه. ليه؟ علشان اللهم صل على النبي انا لا قدر الله ما اخسرش البطه، ممكن الحمام يستغربه ويفضل يضرب في البطايه دي لحد ما تموت، فانا عارف انا بعمل ايه. تمام، اهم حاجه اختيار الجوز اللي هيحضن البيض. تمام، وطبعا بيض البط ما بيحتاجش اي حاجه طول ما هو تحت الحمام، سيبوها لربنا وهو هيطلع مش هيخسر معاك ولا اي حاجه. انا بس جيت على اخر يومين ثلاثه بصراحه طلعت البيضه من تحتهم،
ورشيت عليها شوية مية بس اللي هو بالبخاخة كده، وبخيت عليها كام رشة كده وخلاص، وحطيت لهم البيضة تاني، بحيث ان طبعا لو البيض مش واصل له رطوبة حلوة يقدروا ان هم يوصل لهم الرطوبة دي عن خلال كام رشة اللي انا رشيتها على البيض. ده كل اللي انا عملته. جيت لقيت دي فتحت ولقيت دي بتحاول تفتح البيضة، قمت انا طبعا مكملها لها ومخرجها لها. طبعا ديت زي ما انتم شايفين شبه انها هتنشف يعني قدامها على المغرب كده ولا حاجة، او بعد المغرب عما تشبع عرق خالص. وعندنا طبعا ديت برضو انا هشيلها معاهم بس هطول على العيشة طبعا، بحيث ان هم خلاص يكونوا شبعوا عرق وما خدش الحاجة مني تتعب مني او تموت مني. تمام، اتمنى بقى انكم تكونوا استفدتم من التجربة دي ومن الفيديو دوت. لو استفدتم ما تبخلوش عليا باللايك، وتشتركوا عندي في القناة لو بتشوفوني لاول مرة، وتفعلوا زر الجرس على كل عشان يوصل لكم كل جديد من عندي، واشوفكم في فيديو جديد على خير.